أنا عملت كل جهدي بس للأسف ما استفدت شيء. بنتي حبيبتي ساوي شيء وساوي بسرعة كمان. العلاقة بين الحماية وكنتها كتير قوية لدرجة إن خطة واحدة ما بتفيد. أنا لازم ساوي ضربة كتير كبيرة تدمر كل يلي بالبيت. بس شو أعمل؟ مين إجا؟ أنا بتمنى تسامحوني، دخيلكن سامحوني، بتمنى تنسوا كل شي صار، رجاءً سامحوني، دخيلكن سامحوني. هاي، ألو، أنت؟ من وين إجاني هاد بقى؟ شو أنت مجنون؟ خلصني مفاتحي الجمعية هون، يلا يلا قوم. بنت! أنا بعتذر. لا مو معقول، لك أنت مجنون شي؟ لحظة خليكي بعيدة، لأنه إحنا ما بيصير نقرب على بعض أبداً، ماشي؟ هيك أحسن. لا عفواً منك، قلني مين أنت لحتى تجي لعنا لهون؟ أنا مستحيل أحكي مع أي مرة غريبة. لو سمحتي ناديلي لخالتي وجوزة لحتى يجوا لهون وحاكيهن. لك أول شي على القليلة قلني مين بتكون. لك خلص اهدي يا مرة. يا خالتي، خالتي وينك؟ خالتي! أهلي فيكرام ابني؟ هذا أنت فيكرام؟ كأنه عامل حمية يا ابني، كتير نحفان مو؟ ايه صح، نسيت خبركن إنه اتصلت وقلت له يجي على بنراس. أختي سارة طلبت مني إنه هو يجي ويعيش مع عمو ضياء ويتعلم شوية شغل. لهيك من اليوم ورايح هو رح يساعدني بشغلي. عن جد؟ هذا الشيء حلو كتير، فوت ابني. ليش جمعتينا بنتي؟ لألكن عن مفاجأتي لبيان ووجدة. ليك بابا، أنا عملت مقدمة كتير حلوة للعرس وأكيد رح تطلع بتاخد العقل، رح ينبسطوا فيها لأنه رح يشوفوها على الشاشة. لو سمحت بابا بترجاك قولي، رح نتسلى. خلصنا أخي، يلا وافق، عن جد الفكرة حلوة. طيب بنتي، فيك تكملي شغلك. شكراً كتير كتير يا بابا. بالمناسبة الفكرة تبع الصور عن جد عجبتني وحبيتها. بس ليك ما حدا يذكر المفاجأة قدام وجدان وبيان، ممنوع يعرفوا شي عنا، ماشي؟ أهلين، شو هالمفاجأة؟ أهلا وسهلا، كيفك يا عمي؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ أنا منيحة كمان. خير، كأنك مستعجلة مو؟ صحيح عمي، يلا بشوفك بعدين. إيه؟ طيب مرحبا، كيفكن يا جماعة؟ أهلا وسهلا. أخي ألف مبروك على الزواج، والله فرحانين من قلبنا. شكرا. سيما ليكي من إجا؟ مين؟ أهلين سيد أكاش، مرحبا. مرحبا. يا أهلا وسهلا. من شان زواج ابنك إن شاء الله ألف مبروك. شكرا إلك وإلك كمان ألف ألف مبروك. شكرا. طيب أنا عندي شوية شغل ضروري، يلا بالإذن أنا بشوفك بعدين.